بسم الله الرحمن الرحيم، جريد فور، اهلا بيكم. النهارده هنكمل بقيه الكونسيبت الرابع. انا نزلت لكم امتحانات على الجروب، حضراتكم اتدربوا عليها لان هعمل لكم امتحان ورقي وهنزله لكم برضو ان شاء الله، بس اتدرب على الامتحانات دي، حلها مره واثنين وثلاثه، وعندك أخطاء هيقول لك الأخطاء فين، راجعها تاني وتابع معايا كده علشان نقدر إن إحنا نراجع مع بعض على الكونسيبت ده. لسه النهارده بيتكلم على energy conservation. energy conversation، كلمة conservation يعني احتفاظ بالطاقة أو بقاء الطاقة أو عدم فناء الطاقة. energy conservation. طبعا هنا during collision. during collision اللي هو اثناء التصادم. ايه الفكره بتاعت الدرس ده؟ يقول لي والله انت لو عندك اي جسمين او اي جسم اصطدم بجسم اخر، الطاقه الموجوده لا تفنى، لا تنعدم، ولكنها تنتقل وتتحول. تنتقل وتتحول. تعال اما اقول لك ازاي الكلام ده مع بعض كده على البورد، ونشوف هو عايز يقول ايه في ان الطاقه اللي عندي الموجوده بين اي تو اوبجكت ان كلوجن هيحصل لها ازاي تحول او انتقال. عند الجسم نمبر 1 بيحمل طاقة كاينتيك انرجي، يعني في انرجي. طبعا هذا الجسم لو كلايد انذر اوبجكت نمبر 2 ده، يبقى الاوبجكت نمبر 1 الذي يحتوي على انرجي كلايد اوبجكت اخر نمبر 2 اصطدم بيه، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ أول حاجة الإنرجي الموجودة في أوبجكت نمبر 1 ترانسفير للأوبجكت نمبر 2، هتنتقل للأوبجكت نمبر 2، وهنا بقى يبدأ نمبر 2 ده يتحرك. يبقى نمبر 2 ده هيبدأ يتحرك أيا كان هو إيه، ولكن الطاقة ليست كلها، ليست كل الإنرجي الموجودة في الأوبجكت نمبر 1 هتنتقل لنمبر 2. ليه؟ لان في جزء تاني من الانرجي هيحصل له كونفرت، تحول. تحول ايه ده؟ الكلاجن ما بين الاوبجكت نمبر 1 والاوبجكت نمبر 2 يؤدي الى ترانسفير ذا انرجي تو ذا اوبجكت نمبر 2 اند سم انرجي كونسيرف. هتحول لايه؟ هتحول الى نمبر 1 ساوند انرجي، نمبر 2 لايت انرجي، نمبر 3 ثيرمال انرجي، وكمان هيظهر لي كمان لو كان بيتحرك ثرو اير زي ما هنعمل دلوقتي مع نيوتن كريدل، هيبقى عندي في فريكشن. تعال بقى نشوف ايه موضوع نيوتن كريدل. بيقول لي والله نيوتن ده عمل جهاز كده، حط فيه مجموعه من الماربلز، ادي مجموعه من الماربلز، وبدا يحرك اول واحده. طبعا لما رفع الماربل دي كده ومسكها لسه ما سابهاش، الانرجي اللي موجوده فيها حتى الان بوتنشال، يعني هو مسكها ولسه ما سابش الماربل، بمجرد ما يسيبها تبدا البوتنشال convert الى كاينتيك. ادي احدى تحولات الطاقه اللي انا عارفها. لما كلايد بهذه الماربل تبدا الانرجي تنتقل من الماربل نمبر 1 ل 2 ل 3 ل 4، وتبدا نمبر 5 عشان هي فري هتبدا تتحرك. يبقى ايه اللي حصل؟ حصل ترانسفير اوف انرجي from the moving object اللي هو الاوبجكت
نمبر اللي هو فيه الكايتيك انرجي ده هيصطدم بالماربل نمبر 1، يبقى الكاينتيك انرجي الموجوده في الموفمنت ماربل هتحصل لها ترانسفير تو نمبر 1 ومن 1 تو نمبر 2 اند سو اون. وبعدين اخر واحده دي هتنتقل لها الطاقه تبدا تتحرك، وهي بتتحرك الكاينتيك انرجي بتاعها هتحول الى بوتنشال في اعلى نقطه فيها، وهي راجعه تاني يبدا البوتنشال يتحول لكاينتيك. يبقى واضح ان في هذه التجربه ان في اكستشينج. اكستشينج يعني تبادل ما بين الكاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي. الكاينتيك تتحول لبوتنشال، بوتنشال كاينتيك، وهكذا. يبقى في اكستشينج اوف انرجيز ما بين كاينتيك وبوتنشال. وفي نفس الوقت هنجد ان سرعه الماربلز مع التايم هديكريز. سرعه الماربلز مع التايم ديكريز. طب يصير معنى ديكريز بقى ان في فقد في الطاقه؟ قال لي لا، مفيش فقد في الطاقه، هي الطاقه لوست على شكل صوره ثانيه. يعني الانرجي نوت ديسترويدد، مش هتنتهي، مش هتفنى. قال لي بقى خلي بالك في هذه التجربه ان الانرجي كلها before the collision، الانرجي قبل التصادم equal the energy after collision، الطاقه بعد التصادم. يبقى الطاقه قبل هتساوي الطاقه بعد التصادم. تمام. امال يا سيد اللي بيحصل الماربل بتقل ليه؟ قال خلي بالك قبل التصادم مثلا كانت كلها كاينتيك، لكن بعد التصادم في جزء كاينتيك وجزء اخر اتحول بس تبع طاقه لسه. لما جمع كل الطاقه دي هيبقى ايكوال. طيب ادي حاجه. الحاجه الثانيه بسمع ساوند تك تك. الصوت ده عباره عن ساوند جه منين؟ جه من الانرجي اللي كونفرتت الى ساوند انرجي. يبقى الطاقه اللي عندي موجوده في الماربلز هتنتقل للماربلز اللي بعدها، بحيث الانرجي بيفور اند افتر ذا كليوجن ايكوال. وده اللي موجود عندك بقى في النوتس. تعال نشوف كده المذكره فيها ايه وايه المكتوب فيها. اهو يقول لي ايه، when a marble collide with another marble we hear sound. طب جه منين الساوند ده؟ جه من تحول الانرجي الى ساوند. As a kinetic energy change الى ساوند انرجي. تمام. يبقى في جزء من الكاينتيك تحول الى ساوند. Energy conservation during collisions اللي هي نيوتنز كريدل او باندلم اللي هو بندول. باندلم اللي بندول زي بتاع الساعه كده يا جماعه، زي بتاع الساعه الكبيره اللي هي بتك تك بتعمل صوت كده، لا بندول. تعال نشوف ايه اللي حصل. The energy ايوه doesn't disappear doesn't destroyed. الانرجي يا جماعه لا تفنى، لا تختفي. But it change from one form to another، تتحول من صوره الى صوره اخرى. ده مين؟ ده الانرجي. الانرجي doesn't، الانرجي doesn't destroyed doesn't disappear، ولكن كل اللي بيحصل انها it change from one form to another. البوتنشال انرجي بتحول لكاينتيك زي ما قلنا من شويه اهو، البوتنشال لكاينتيك وبرضه الكاينتيك الى بوتنشال. يعني في اكستشينج في الانرجي، اكستشينج في الانرجي. When a collision occur in نيوتن باندلم، لما بيحصل كلاجن في نيوتن باندلم هنشوف دلوقتي في الفيديو. The energy ايوه مهمه قوي دي. The energy before the collision equal the energy after the collision. يبقى قبل التصادم الطاقه هتساوي بعد التصادم، لكن مش كلها هتبقى نوع واحد.
هتنتقل على شكل كاينتيك وبرضه بعض انواع الطاقه التانيه. تمام. في بعض اللوس اوف انرجي، في بعض فقد في الطاقه وليس انتهاء للطاقه، بس على شكل ساوند وكمان على شكل فريكشن، احتكاك مع الاير. طبعا ممكن هنا يبقى في ثيرمال، جزء ثيرمال صغير، وفي جزء ساوند، وطبعا في جزء لوس على شكل فريكشن. وين كار هيتس ان اوبجكت، لما في كار تصطدم باني اوبجكت، سم اوف انرجي لوست على شكل ساوند اند ثيرمال انرجي، بعض من الطاقه يفقد على شكل ساوند وثيرمال انرجي. تمام. يبقى الانرجي اللي عندي يا جماعه لا تفنى، لم تفنى. الانرجي ما هي الا تحولت الى صوره ثانيه، فورم اخر من الانرجيز، بعد ما كانت عباره عن كاينتيك بس انتقلت برضو على شكل كاينتيك، ولكن برضو في جزء منه تحول على شكل ساوند انرجي او على شكل ثيرمال انرجي او على شكل فريكشن مع الاير. يبقى الطاقه، مجمل الطاقه ما خلصش. The energy before the collision يعني قبل التصادم كانت مثلا ايه؟ بص معايا كده، قبل الكولجن كان عباره عن ايه؟ كلها كانت 100. طب بعد الكولجن قال يا سيل لا ده بقت ايه مثلا ايه 70؟ قال له لا، ما 70 ديت الكاينتيك، لكن عندك مثلا 10 عباره عن ساوند، وكمان 10 عباره عن ثيرمال، وكمان 10 عباره عن فريكشن، لما اجي اجمعهم هيبقوا عباره عن 100. يبقى ال 100 اللي قبل الكلوجن كانت كلها عباره عن كاينتيك انرجي، لكن افتر ذا كلوجن ال 100 دي بقى في جزء منها كاينتيك لسه ما زال موجود والمار بيتحرك، لكن في جزء ال 100 تحول الى ساوند وثيرمال وفريكشن. يبقى نفس الطاقه اللي هي قبل هي بعد، ولكن تحولت جزء منها او لوست جزء من الكايتك على شكل ساوند او ثيرمال او فريكشن مع الاير. يبقى جزء فقد على شكل ساوند او على شكل ثيرمال او على شكل فريكشن اند ذا اير، يعني وذ ذا اير، يعني فريكشن مع الاير، يعني حصل هنا احتكاك مع الهواء. ده كله تحول للطاقه وليس ديسترويتد، وليس تدمير وفناء للطاقه. نشوف مع بعض الفيديو ده بيتكلم على نيوتن كريدل. ده عباره عن دي نيوتن كريدل يا جماعه، اهيت تاني اهوت عشان تشوفوها اكتر. ديت عباره عن مجموعه من الماربلز مربوطه زي ما انتم شايفين كده بسترينجز، وكلها لازقه ببعضها. الفكره كلها لما واحد بيتحرك بتنقل الانرجي للاخر للاخر للاخر، فكله بيتحرك. ولكن تعال نشوف ايه اللي هيعمله دلوقتي. هنبدأ ان احنا نعمل ايه؟ هنا حرك واحده، هتلاحظ واحده اتحركت من هنا والمقابل لها برضو واحده الناحيه الثانيه، يبقى لما حرك واحده من هنا تتحرك واحده ثانيه من هنا، ويبقى the energy before the collision equal the energy after the collision. طيب لو انا عملت اثنين، لو حركت اثنين هنجد اثنين بيتحركوا من السايد ده مقابل اتنين بيتحركوا من السايد التاني. تعال شوف كده اهو، بصوا الاتنين اهوت والناحيه التانيه برضو اتنين اهو. يبقى هنا عايز يقول لي ايه؟ The number of marbles اللي move in both sides equal plus ايه كمان؟ ال amount of energy before and the after the collision برضو equal. يبقى انا كده بتعامل مع ايه؟ بتعامل مع ان الانرجي اللي عندي not destroyed، لم تنتهي، ولكن convert from one form to another. تمام. طيب تعال نشوف نكمل. هبدأ اعمل ايه؟ ثلاث ماربلز اهو اهو، شوف
تمام. أربعة برضو هتلاحظ إيه، أربعة الناحية دي وأربعة الناحية دي برضو، يعني كل مرة عدد الماربلز في التو سايدز إيكوال. تمام. أهوت. ده هيبدأ عايز يقول لك إيه بقى، بص بشرح لك إزاي بقى إيه، إن الطاقة اللي عندي هنا لما اتحركت بدأت تنتقل ماربل دي ومن دي لدي ومن دي لدي لحد ما آخر واحدة اتحركت، ويبقى هنا في ترانسفير انرجي من ماربل للتانية، وهنا نقول أن الانرجي بتنتقل من الجسم إلى الجسم الآخر ثرو ذا كولجن أو عبر التصادم. تمام؟ طيب. طيب تعال بقى نشوف كده الليسون ما هو الا كده، يعني هو عباره عن ايه، عباره عن جزء بس بيتكلم عن الكولجن وانتقال الطاقه في الكولجن وخلاص. تمام. تعال انا عايز بقى ايه ابدا اعمل معاك إيه، نحل شويه مع بعض كده في نفس الليسون، ويبقى